السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أنيسة. الوصفة تاع اليوم هي رز بالبشاميل أو غراتان بالبشاميل بصلصة الخضر مع الدجاج. وصفة أكثر من رائعة، إن شاء الله تبعوا معايا المقادير وتعجبكم. بالنسبة للمقادير هنايا كما راكم تشوفوا، عندي هنايا صدر تاع دجاج مقطع إلى مكعبات، عندي كمية من البازلاء ولا هي الجلبانة، عندي زوج ريسان طرشي كنت قليلتهم وهو فلفل الحلو، معدنوس، وكذلك زرودية زوج حبات، اي حبة بسباس مقطعة مكعبات، اي حبة بصل مقطعة مكعبات. هنا بالأول حاجة واش راح نديرو، راح نتبلو الدجاج تاعنا، الصدر تاع الدجاج اللي قطعته ولا سكالوب. درت أول حاجة هنايا المعدنوس مقطعة، ندير هنايا زنجبيل، فلفل أسود، كمون، راس الحانوت، كروية وزعترة. هادو هما التوابل اللي نستعملهم باش نتبل الدجاج تاعنا. تقدروا تستعملوا كذلك التوابل اللي تجو محضرة ديريكتومو تاع تتبيل الدجاج، نشروها هدية من المحلات. راح ندير شوية ملح، دايما ما ننسوش الملح تاعنا للدجاج تاعنا. نخلط هادوك التوابل مع بعض، اللي قلنا درت هنايا زنجبيل، فلفل الكحل، راس الحانوت، وهنايا كذلك راح ندير الكركم، اللي الكركم مهم جدا، مع ملعقة صغيرة موطارد واللي هو الخردل. هادوما مهمين جدا باش نتبلو الدجاج تاعنا، اللي تعطينا ماريني بنينة للدجاج. هكذا يوم باش نطيبوه ويعطينا مذاق بزاف زيف هايل للمرقة تاعكم. راح نخلط بهذا الشكل ونخلوهم جانبا. بالنسبة احنا ندير الكسرونة تاعنا، درت فيها شوية زبدة وشوية زيت، خليتها دابت. راح نقلي فيها هذاك الدجاج تاعي مليح، راح نضيف له كميه من البصل، هذاك البصل، حبه تاع البصل اللي قطعتها مكعبات. اهم حاجه قلت لكم دايما الخضر البصل تاعكم تقطعوه مكعبات، احسن ما انكم ترحوه، لان يعطيكم مذاق افضل ما انكم ترحبه. راح ندير زوج ورق رند ونخليهم يتقلاو مع بعض. بعد مده 5 دقائق نلقاو هذاك البصل تاعنا ذاب، تحمس لي مليح تقلاو. وراح نضيف هذيك الزروديه اللي قطعتها مكعبات، هنايا حبه بسباس مقطعه مكعبات، يعني يعطيكم مذاق هايل مع الجلبانه. تقدروا تستعملوا جلبانه جديده ولا كونجلي اللي متوفره عندكم. هنا كذلك راح نضيف المعدنوس، نخليهم يتقلاو مع بعض. اهم حاجه هنايا انكم تخلوا المكونات يتقلاو مع بعض. هنايا راح نضيف لهم كميه من الملح، بعد ما يتقلاو مليح راح نضيف لهم الملح. هنا اذا تحبوا تضيفوا شويه فلفل اكحل، ولا انا درت التوابل في الماريني تاعنا تاع الدجاج، دونك مش راح نزيد هنا التوابل. نديروا ملعقه يعني نورمال عاديه تاع طماطم مصبره. هنا انتما شحال تحبوا المرقه تاعكم تكون حمراء، انا راح نديرها عاديه. راح ندير كميه من الماء اللي يكون سخون، دائما نديرو الماء تاعنا يكون سخون بهذا الشكل. نمرق ونخلي نخلطهم مع بعض ونخليهم يطيبوا على نار هاديه. بعد ما هاليك المرقه تاعي وجدت تشوفوها عاقده، يعني حتى هنايا المرقه تاعكم تشوفوها عاقده، هذيك هي. ممكن تقدروا حتى انكم الرز تاعكم تقدموه بهذه المرقه لانه هكذا ويجيو بنين، ما عدا انكم الرز تاعكم تكونوا طيبتوه مليح. هنا راح نحط المرقه تاعي جانبا بعد ما تحضرت لي. هنا بالنسبه للرز طيبوه عادي، نغليو نحطوا الماء يتغلى ونديروا فيه هذاك الرز تاعنا اللي نكون غسلناه مع شويه ملح ونخليوه يطيب. دونك الرز تاعكم طيبوه، تكون تستعملوا رز مفور. هنا راح ناخذ المول تاعي ونفرغ فيه هذاك الرز. هنا انا استعملت راح ندير زوج بلاوات لانه الرز ما يشبعش ويزم تكثروا منه، لانه قلت لكم هذه الوصفه بنينه، يعني قد ما تكثروا منها مليح، انه على بالي بلي راح يداوسوا لكم عليها. ان شاء الله تعجبكم، تربوها وما تنساوش. بهذا الشكل راح نخلط الرز تاعي. بالنسبه لصلصه البشاميل، هنا صلصه البشاميل يعني سهله جدا بسيطه، ما فيهاش حاجه متعوبه، يعني عادي. تقدروا هنايا ما ديروش الزبده اذا ما كانتش متوفره عندكم. انا هنا درت ملعقه كبيره زبده مع حوالي يعني 5 مغارف كبار زيت. هنا حاجه انتم عينكم وميزانكم هنايا، لانه انتم واش تحبوا ديروا البشاميل. هنا بعد ما دابت لي هذيك الزبده راح ندير 5 مغارف كبار فرينه،
دائما انا نستعمل ملعقه كبيره زبده مع 5 مغارف كبار زيت مع 5 مغارف فرينه مع لتر تاع الحليب بهذا الشكل حتى تولي لي ناشفه. هذيك الفرينه مع الزيت والزبده ماشي حاجه سهله يعني صوصه البشاميل وبنينه وهايله. ومنكو لهنايا علاش نحب هذه الوصفه تاع الرز، لانه هنايا ولادنا ياكلوا الخضره بلا ما ينقوها لكم لا والو، ويستفادوا من الفيتامينات اللي في الخضره. انه نشوفوا الجيل تاع دوكا ما ياكلش كامل الخضره، لانه هذه وصفه انكم تساعدهم ياكلهم بلا ما ينقلكم الخضره، لانه فريمون انه صح بنينه. راح نخلط هذاك، ندير انا ريت الحليب مع 5 مغارف فرينه مع 5 مغارف زيت مع هنا تسيحت لي الحليب، دونك راح نخليهم هذا بهذا الشكل. وندير الفلفل الاسود مع كذلك جبن مبشور. هنايا قبل ما تعقد لكم، كاين حتى اللي تعقد لهم صلصه البشاميل باش يضيفوا الجبن والاخر، هنا غير ما تجي هنا حتعقد لي انا نضيف هذاك الفلفل الاسود مع الملح مع الجبن. هنا الجبن تاعي مالح لانه نقصت، نحب نقص كذلك الملح، ما درتش الملح. هنا عليك بعد ما خطرت لي راح ندير هذاك الطرشي من الفوق مقلي، تقدروا تستغناو عليه يعني اذا مش عندكمش. انا اقدر نحب نستعمل الخضره سورتو نهار اللي تبقى لي في الفريجيدار باش ما تفسدليش، نحب نستعمل بها هكذا وصفات باش هذيك الخضره ما تفسدليش هكذا ما تروحش هكذاك. راح ندير هذيك البشاميل من الفوق وندخلها في بين الروس تاعنا هكذا باش يجيكم مشمخ. هنا نحطها طيب في الفرن تاعي، ديرها من التحت وبعد من الفوق. انا هاي اللي كنت نستعمل درت البلا دوزيام يعني هذاك طار يعني كلاوه. هنا اللي كي نقدمها لكم بنينه وصفه البشاميل. ان شاء الله كانت عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما تنساوش تجربوها. انقبقيكم بسلامه ونقولكم تهلاو.